مرحبا بكم برنامج شو مع ستار. ضيفة الحلقة هي الممثلة القديرة نعيمة إلياس. كي دايرة؟ كلشي بخير. مرحبا بك، تفضلي. ميرسي. لالا نعيمة، شرفتينا بالحضور ديالك. أنا جد سعيدة بالحضور ديالي مع الشيف رشيد. سنوات من التألق تبارك الله في المجال المسرحي السينمائي والتلفازي، بغينا نعرفوا هذا النجاح هذا واش كاين في الكوزينة. كاين شي شوية ديال الشهيوات كنعرف نحضرهم، ورغم الوقت ما كيكونش كيسمح كنجتهد. شنو هو الوقيتات اللي تيكون عندك الوقت ديالك باش تدخلي للطبخ؟ الوقت ديالي خصني يكون مرتاحة وجالسة في الدار، ما كنطيبش بزاف، ولكن ملي كنطيب كنطيب شي حاجة بحب. الطبخ راه فن، فن راقي زعما، خصو يعني طقوس، خصو بزاف ديال التفكير. شنو هما الشهوات اللي عزاز عليك في الطبخ المغربي؟ اولهم الحوت، انا بنت المدينه القديمه، الوالد الله يرحمه كان خدام في المرسى. كاين الدجاج بالحامض، الكسكسو، الرفيسه، الطبخ المغربي مفخره علينا. تيبان لي الحداقه كاينه شويه. يلاه يلاه نعيمه، نمشيو للكوزينه نشوفوا واش نديروا. يلا مرحبا. ايوا الشيف رشيد، وجد راسك، راه ماشي معاك شي وحده عاديه، راني كنطيب مزيان على شهاده الجميع، الاصدقاء والعائله. لالا نعيمه مستعده تدخل لكوزينه البرنامج وتبيني لحداقتك وتوجدي مع الشيف رشيد الشيوه اللي كتحماق عليها بطريقه جديده وعصريه. واجده طوب جينيريك. ومن قلب كوزينة البرنامج، الشيف رشيد ونعيمة إلياس غيوجدوا مجموعين شيوه من تقاليدنا المغربية نسمى بمنتوج محلي غيزيدها بنة خاصة. ونهار كبير هذا لالا نعيمة. واو تبارك الله على المطبخ ديالك. ياك. هائل. نهار كبير هذا، نستضفوا لالا نعيمة في المطبخ ديال شيوه مع ستار. شكرا الشيف رشيد. واش بان لك؟ كاين داكشي اللي هزي لك؟ الحوت، اوه كنحمق عليه. حتى واحد ما كيكره ياكل الحوت، لان الحوت فيه منافع كثيره. اليوم تفهيت لك واحد الشهيوه اللي هي بلا ديال الحوت، غادي نديروه في الفران. خدينا هذا النوع ديال الحوت اللي هو لا دوراد، مرافقات ديالو غادي يكون الرز، الفلافل ثلاثه الالوان ديالهم، فلافل، والفلافل الحاره حتى هي كروفيت او القمرون، بصيله صغيره، طوماط سوغيز، فلافل اخرين اللي هما مرقدين، الزيتون، المصير، قزبر ومعدنوس، بزار والملحه، شويه ديال الكمون، الخرقوم، تحميره، ثومه، زيت الزيتون، عصير ديال الحامض، زيت نباتيه. وبطبيعه الحال هذه الوصفه ما يمكنش تكمل الا ما درنا فيها واحد المنتوج محلي اللي هو ورق سيدنا موسى. كتعطي واحد اللذه بزاف. ورق سيدنا موسى من الاعشاب اللي هي تنقدروا نستعملوها في مجموعه من الوصفات المغربيه واللي تتعطي البصمه ديالها في هذه الوصفات هذه. قبل ما نبداو خصني نقول لك بانه راه عندي واحد الضيف اللي غادي يحضر معنا وغادي ياكل معنا هذه الشهيوه هذه. مرحبا. واللي عزيز عليك وعليا. مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا. لالا نعيمه، واش عندك شي فكره على هذا الضيف؟ اللي جا مرحبا به. حنا دار الكرام ياك الشيف. مرحبا والف مرحبا. غادي تعرفني بواحد السهوله، خاصه ان الصداقه ديالنا راه تقريبا هذه 20 سنه. بداو الفلفلات نقطعهم مربعات صغار، انا غادي نرد الرز ندير له بعدا واحد الطيبه الاولى. إيه. ومن بعد نسوطيو مع لي كروفيت مع دوك الفلافل ان شاء الله اللي غادي يوجدوا. غادي ناخذ واحد الكاسرونه نحطوها هنايا، تناخذوا الكميه ديال الرز اللي بغينا نستعملوا، تنغسلوه واحد ثلاثه المرات. من بعد ما غسلناه نديروه الكاسرونه، وغادي نديرو هاد الزلافه هادي الدوبل ديالها ديال الماء، هادي الاولى وهادي الثانيه. ودابا غادي نشعلو على الكاسرونه، نضيفو عليها الملحه، وغادي نسدو عليها بالبابي فيلم باش داك الماء ما يتبخرش بسرعه. زوينه الطريقه، باش كيطيب في لافابور ديالو، يعني هادي كيقول لك رخيصه بتعليمه، كيطيب دغيا و تيطيب بحال مبخر. ردينا الرز ديالنا يطيب، ودابا ارا نتعاونوا على هاد الفلافل. انا زدت انا معاك هاد الفلفله الصفراء، نحاولوا نقطعوها مربعات صغيورين. انا كنديرها هكا، هذيك نخليوها هي اللي كتزوق بها. هذيك غادي نخليها نزوقوا بها، دوك غادي نخلي هذيك لافاكس، وهذيك نديروا بها لافاكس. سي سا تتذوق الاشياء، تبغي ان الاكله تكون بالقواعد ديالها الاصليه. لالا نعيمه، هذا الرز هذا راه تيبان لي راه تبارك الله وجد، فكما تتشوفي فهو تبارك الله تبارك الله. هو غادي نصفيوه قبل ما نبداو نصوطيو الخضيره ديالتنا. غادي ناخذو بصيله، انت غادي تقطعي افيكتيمون دويورات. نعاونك. وانا غادي نقطع الشوز. اييه
حنا فارقين الخدمه دابا. انا مساهمه معاك. ماشي مساهمه معايا، راه تبارك الله ما شاء الله. لالا نعيمه، وي، كيف غادي الخدمه مع الشاف وشنو استفدتي؟ زوينه، استفدت منه تقنيات اللي ما كنعرفوهاش، وتبارك الله كيفاش كيوصل لك المقادير وكيفاش كيعلمك، زعما يعني مفيد. وصيله هي واجده، شعلوا على المقله ديالنا، نديروا واحد شويه ديال الزيت النباتيه، شويه ديال زيت الزيتون، ناخذوا البصيله، فلافل. فلافل. انا عارف بانه لالا نعيمه ملي تيكون عندها لي تورناج والخدمه، على ما تسالي هذيك الخدمه كاين شي ناس اللي تتقصديهم، لانه تتشهي شي شهيوه. شكون اللي تتمشي لعندو اغلبيه الوقت؟ كاين عندي واحد اختي، كاينه واحد بنت خالتي، كاينه واحد الصديقه ديالي اللي كتقول لي كاينه واحد الشهيوه مجدها واش تجي؟ كنقول لها شنو؟ كتقول لي رفيسه كتصاوبها واعره. كنقول لها ولا الحريره، كنقول لها حريرتك حريره، غادي نجي نشربها من بعد نمشي. غادي نضيفو هنايا لي كروفيت، هادشي بلا عطريه وريحتها زينه. هادشي قول لها غير بوحدو هكا غادي. وهاد الورقه ديال سيدنا موسى والا بالدمات، انت اللي ديري لي البصمه. انا سيدي. غادي ناخذ هاد المصير قطعو طريفات صغيورين. عزيز عليك الحار، غادي ندير واحد الحوت شويه. كنعجبني الحار. ندير واحد شويه ديال التحميره، نخرقهم. شويه ديال الكمون، البزار، وقياس ديال الملحه، لانه ديجا درنا الحامض. وي لالا ثوما. هنا تناخذ واحد شويه ديال الحامض، شويه ديال زيت العود. واو على ريحه ما شهيتكم الربيع. اذا دابا غادي نضيفوا الكميه ديال الرز باش نخلطوا، لانه غادي نحتاجوا ليه باش نعمروا الحوت. الحوت ما خصناش نفرطوا في هذا التراث ديال الفن والطبخ المغربي، تلقاو فيه اللمسات الكثير، اللمسه الامازيغيه، اللمسه العربيه، الاندلسيه. لالا نعيمه، الرز ديالنا واجد. الحوت راه سيدي هذيك البلاكه من الفران، نديروا لها واحد بابي كويسون، نزلوا الحوتات ديالنا، غادي نحاولوا نعمروهم بهذه الطريقه هذه. غادي ناخذوا هاد الفلافل ديالنا، صوبوا لهم واحد الشرموله، غادي ناخذوا واحد جوج مطيشات محكوكين، قويهم عليهم، مطيشه ديال الحك حتى هي، ثومه، ديروا لها لاله التحميره، نخرقهم، كاين اللي تيكثر من الكمون تيدير غير القياس، بزار، الملحه، الحامض، زيت الزيتون، قزبر ومعدنوس، غادي نخلطهم مزيان. هادي هادو غادي نديروهم هنايا في الطاوله، هادوك الكارنيتور هادي عمرو هاد الجهه هادي. ايوا دابا ندوزو للتعمار. عمر سيدي تبارك الله. الحوت عمرناه، غادي نديرو عليهم شويه ديال زيت الزيتون، دي ترونش ديال الحامض. انا نعيمه بسم الله. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزعتر. ايوا حوتات مزعطرين هاد. وريقات ديال سيدنا موسى، مطيشات حتى هما. مطيشه سوغيز. انا لا الفليفلات. هرا لي الزيتون، شويه ديال المصير نديرو طريفات. لالا نعيمه، انا اللي بغيت نعرف هاد الاصول ديال الطبخ منين تعلمتيهم؟ أم ديالي الله يرحمها واخا هي كانت مفسانه شويه وداك الشيء، ولكن يعني في هاد المسائل ديال الدار كتقول لك ضروري تدخلي للكوزينه وتعرفي شنو كاين. والعجينه، شنو قصتك مع العجينه؟ العجينه تعلمت صغيره كنعجن، وديك الساعه ما كاين على الكف. تلك 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 تتقدى الطرطق. افتقدنا هاد الشيء لان كان قبل كنعجنوا في الدار، خصنا نحاولوا نرجعوا للاصول ديالنا. هذه رساله لجميع الاسر والعائلات، نحافظوا على هاد الطقوس ديالنا. اذا غادي نديروا شويه ديال الربيع باش نختموا اللاطه ديالتنا. هاد الحوت خصنا نغطيوه على لاله نعيمه باش يتسهل ويطيب. يطيب على الزنبيبه. اما درجه الحراره نعطيوه 160، غادي نعطيوه واحد نص ساعه، ومن بعد نعريو عليه ونعطيوه واحد 8 دقائق، ونديروا الطاوه ديالتنا دابا في الفران. شكرا شيف رشيد، راني حفظت المقادير وانا كنطيبو بطريقه اخرى، ولكن تعلمت هذه الطريقه ديالك اللي سهله وزوينه. لالا نعيمه، الحوت ديالنا راه وجد. تبارك الله عليكم، هادشي كيشهي، وعلى ما بان ليا ما بقى لينا غندوزو للدريساج. الرز نديروه في هاد، نعمر لك هادي. اييه هاد لابسيت كوكوت هادي ديال النحاس. الحوت ديالنا دونك هو راه وجد، فيليناه وغادي نحطوه تبصيل
هاد الطريقه هادي وزدنا عليه بيان سور هذيك السويصه بدوك لي كروفيت نعم السيدي لداخل. اذا ها الرز ديالنا ها هو. اذا هنا غادي نضيفوا شويه ديال الفلافل اللي درناهم باش نزوقوا بهم كاع اللوينات زويتينات في كروفيت اللي استعملناهم. وهنا ان بتي غابيل هادو ورقات ديال الباربا غنديروا بازيليك حتى هو تعطونا لا فريشور بالنسبه للبلا ديالنا فليفلات في الالوان وديك الحباق والورقه ديال الباربا. هذه الطريقه جميله يعني طابلو ديال الاكل. الشيوه ديالنا هي واجده ايه ويلا نشوف الضيف ديالنا ايوا سعداتو هذا الضيف سعداتو. ودابا جا الوقت باش تعرف فناتنا على صديقتها المفضله اللي عارضين عليها بلا اخبارها. لاله نعيمه اش باقي تتسني الضيف؟ ايه وها هو. فرحات وهذيك الفرحه معبره لانه اي واحد عزيز تبغي تشارك معاه واحد الاكله اللي تتعرفوا تيبغيها. شرف كبير لنا انه نستقبلوا لاله سعاد زغلول صديقه الفنانه ديالتنا صديقه طويله. سعاد صديقه واخت وجاره. الاخت نعيمه انسانه اللي مليئه بالمحبه والصدق والجديه ونعم الصداقه. الله يخليكم بعضياتكم. شاف رشيد قدم لينا هذا الشيوه. الطبق اللي وجدت انا ولاله نعيمه اليوم باش تذوقي معنا طبق ديال السمك عمرناه ودخلناه للفران درنا مع هذا الرز دخلنا مع فليفلات واحد شويه واحد السويصه ديال الشرموله مع الدخله شميت الرائحه فيه واحد الاجتهاد من حيث الالوان اللي استعملات يخلي الانسان يتذوق بالعين قبل ما يتذوق بالاكل. بسم الله ندوقوا. صحه بون ابيتي. بصحتكم كاين المعنى ياك. بغيت نعرف واش هذوك المكونات كلهم اللي خدمنا بهم كتحس بكل نسمه ديال ديك العطريه وداك القوام اللي درتي تبارك الله عليك. الله يحفظك لاله يخطيك. لاله سعاد مازال كتسناو رايك بخصوص المذاق. كاين داك التجانس ما بين التوابل المستعمله والخضار كاين هذيك اللذه المغربيه اللي تذكرنا بالسمك اللي كنا تنطيبو في الفران في الحومه ولا اللي كانوا تيهيئوا الامهات ديالنا. انا عارف بانه لاله نعيمه عزيز عليها الحوت وهي تتفضل دائما السمك. دابا عرفتي الخبيره من جبتها ياك. ياك ايوا قلت لها سعاد وقول لينا بوحي لينا بالاسرار كاتمه الاسرار. لاله سعاد شرف كبير لنا انه حضرتي معنا في هذه الحلقه المتميزه ديال شهيوه مع ستار. وطبيعه الحال قبل ما نختموا لاله نعيمه بغيناك تقولي واحد الكلمه في حق الجمهور ديالك. تحيه ليه والله يحفظكم ويخليكم لينا. الحب ديالكم هو الدعم ديال الفنان. تابعونا على القناة الأولى مع شهيوة مع ستار. شكر لك نعيمة إلياس وصديقتك على هذه اللحظات الممتعة. وباسم طاقم شهيوة مع ستار كنتمنوا لك المزيد من العطاء والتألق. في الحلقة المقبلة شاف رشيد غير صادف فنانة شابة زينب أسامة. توابيان كل شيء بخير. الله يحفظك مرحبا بك. مرحبا. لغا تدخل كوزينة البرنامج وغتوجد مع الشاف رشيد أكلة تقليدية بطريقة عصرية. وككل حلقة شاف رشيد عارض على الصديقة المقربة من الستار ديالنا باش تقاسم معهم أكلة تقليدية من أصالتنا المغربية متميزة بتقديمها العصري والمبتكر. موعدنا غدا مع حلقة جديدة.